القطري عاشق شعب السعودية المملكة من قديم الوقت نعشقها. وهالقطر أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة الثاني اليوم الأربعاء قراراً بتعيين سفير جديد لبلده إلى السعودية بعد تجاوز الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ عام 2017. وأكد الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم أصدر اليوم قراراً يقضي بتعيين بندر محمد عبد الله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية. كما أصدر الأمير تميم قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد في كل من بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا. وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تسلم في شهر يونيو الفائت نسخة من أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير السعودية الجديد لدى البلاد. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 قد قطعت علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الجماعات المشبوهة والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة وقالت إنها تواجه مساعي لسلب قرارها الوطني. بلغت حد إعلان ثلاث دول خليجية قطع العلاقات مع الدوحة واتخاذ إجراءات غير مسبوقة. أما الصلح فتم بداية هذا العام أي في يناير 2021 في مدينة العلا السعودية عندما عقدت قمة مجلس التعاون الخليجي وتم فيها الاتفاق على إنهاء الأزمة ورفع إجراءات الحصار عن قطر مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا لدول المنطقة والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات. فشكر جزيل للجميع والشكر موصول لمن قام وساهم في هذا العمل. ثم زار أمير قطر الشيخ تميم السعودية في مايو الماضي وتم التركيز على الجهود المبذولة بشأن التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، وقد عادت العلاقات إلى مجاريها خصوصا بينه وبين الأمير محمد بن سلمان، كما أن إعادة تعيين السفراء كانت خطوة جديدة لحل الأمور وتحسينها.